لابس هذاك الباب. صاب الله الشخص ليه وقدم قال لي سبب، فتان جاني وهو تقال حط السلب. نعم قال لا يخطر السوق ما بيجيب مدين حب حتى زنع بالحقيبة هو المحص. صاحبي جنب ونلا باع مدلية جنب وشي مقدر علي أهلا صدر ونك ونكتب بالقيك ما بخريبة بيعمل على الكنف الكنف. العرب الختم صلوا على سيد العجم والعرب سيد الرسل والنسب ماشي مثيله.